الزمالك بيفوز على الاهلي بنتيجه 2-1 بعد هدفين من الكسيري، منهم اسيست اكثر من روعه من ناصر ماهر والتاني في اخر دقائق المباراه، وبكده الزمالك بيفوز على الاهلي لاول مره في الدور الاول في التوالي من 2003. وانا صراحه عاوز اعرف ليه سيسو منحوس كده، لان ده تاني ماتش القمه ينكسر فيه قدام الاهلي، والاهلي محتاج الربط من بين الدفاع والهجوم وما عملش اي محاولات خالص طوال المباراه. ما تنساش اللايك والفولو، سلام.